السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول إعدادي. معادنا النهاردة مع درس جبر. هنتكلم عن التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى. السؤال الأول، أوجد ناتج 4/10 على 1/5 في أبسط صورة. السؤال الثاني، أوجد 3 أعداد نسبية بين نص وتل. أول حاجة عندنا 4/10 على 5، 4/10 حطها 4/10 على هتبقى فيه، واجيب مقلوب اللي بعديها هتبقى 5/1، وابتدي اختصر الخمس على 5 فيها الواحد، 10 على 5 فيها الاثنين، 4/2 فيها الاثنين. أوجد 3 أعداد نسبية بين النص والتل. طبعا متفقين احنا اللي احنا لازم عشان نقدر نجيب اعداد نسبيه بين النص وبين التلت، لازم اولا نوحد المقامات بين الكسرين عشان اعرف اجيب الاعداد المحصوره بينهم. هنبص على المقامين اللي هما النص والتلت كده، هنشوف هل المقام الكبير اللي هو 3 بيقبل اسم على المقام الصغير بالظبط كده. طبعا ما ينفعش يقبل، في الحاله ديت هضرب المقامين في بعض، يعني هضرب 2 في 3 6، يبقى المقام الموحد بتاع الكسرين هيبقى 6. طيب اجيب البسط ازاي؟ هشوف اول كسر اللي هو النص، هلاقي ان المقام اللي هو 2 هبص على المقام اللي هو 2 اتضرب في 3، يبقى لازم الواحد يتضرب كام في كام؟ تمام كده ب3، يبقى الكسر بقى 3/6. نفس الكلام، التلاتة هنا الكسر الثاني اتضرب في 2، هنا برضو لازم يتضرب في 2، 1/2 هيبقى الكسر الثاني 2/6. هل في اعداد محصوره بين 3/6 و2/6؟ بما ان المقامات بقت موحده يبقى مفيش كسور او مفيش اعداد بين الثلاثه وبين الاثنين. فقلنا كنا بنكبر الكسر شوية، كنا بضرب بسطا ومقاما في 10، هيبقى 3/6 لما اضرب هنا 10 وتحت في 10 هيبقى 30/60، ونفس الكلام 2/6 هيبقى 20/60 لما اضرب البسط في 10 والمقام في 10. يبقى معنى كده ايه الاعداد المحصورة بين 30/60 و20/60؟ طبعا كتيرة جدا، نختار اي 3 أعداد بينهم. هنا اخترنا 21/60، 22/60، 23/60. اول حاجه لازم نعرف معنى التحليل. التحليل عندي يبقى التحليل العدد بيعني كتابه حاصل ضرب عاملين او اكثر، يعني 24 هقول 2 في 12 ب 24، عندي كمان 3 في 8 ب 24، عندي 4 في 6 ب 24، ممكن اخليها 2 في 2 في 2 في 3 برضه هتديني ال 24، يبقى انا جبت العوامل بتاعه العدد بتاعي. يبقى ما نيجي نحلل الحد الجبري برضو هنكتبه في ايه؟ على هيئه كتابه حاصل ضرب عاملين او اكتر، يعني 4 س هفصلهم عن بعض معناها 4 في س، يبقى العاملين بتوعي واحد للأربعة والتاني اللي هو س، او 2 في 2 س، وغيرها طبعا من ايه؟ من التحليل اللي احنا هنفك فيه. يعني الفكره عندنا في التحليل ان احنا بناخد المقدار الحد الجبري اللي عندنا وببدا افصصه زي ما بيقولوا كده للعوامل بتاعته. يعني هبص على الحد الجبري الثاني اللي هو 6 س اس 2، احنا محتاجين نشوفه تحليله. يعني ايه تحليله؟ يعني انا اخد الحد الجبري دوت اشوف عوامله ايه. يعني هنا قدامنا 6 في س تربيع العامل العددي او المعامل اللي هو 6 لوحده، و س تربيع ده يعتبر عامل ثاني، يبقى 6 في س تربيع. طب مستر مش ممكن يتحول لشكل ثاني؟ ممكن يتحول لاشكال كثيره جدا. يعني هنا مثلا حولنا 2 س في 3 س، طب لو جينا ضربنا هلاقي ال 2 في 3 ب 6 و س في س ب س اس 2. يبقى الفكره في التحليل ان انا باخد المقدار الجبري او الحد الجبري وبحلله لايه؟ للعوامل بتاعته، عاملين او اكثر. العامل المشترك لعددين هو عدد بيقسم كل من العددين، يعني عدد العددين بتوعي يقبلوا القسمة عليه. ال 24 وال 36 الثلاثة هما الاثنين بيقبلوا عليه، يبقى 24 تقبل على الثلاثة وال 36 بتقبل على الثلاثة، يبقى ثلاثة عامل مشترك. ال 24 بتقبل على ال 12 وال 36 برضو بتقبل على ال 12، يبقى ال 12 هو عامل مشترك ما بين العددين 24 و 36. يبقى انا كده قدرت اعرف يعني ايه عامل مشترك بين عددين. بيقول لي كذلك العامل المشترك لحدين جبريين هو حد جبري يقسم كلا منهما. نفس الفكره، احنا زي ما قلنا ان الثلاثه يعتبر عامل مشترك للاعداد 24 و 36، وال 12 عامل مشترك للاعداد 24 و 36. تعال ناخد نفس الكلام ده ونشوف بيه الجزء اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي بالنسبه للحدود الجبريه. العامل المشترك الاعلى للاعدادين هو اكبر عدد يقسم كلا من العددين
ويرمز له بالرمز عين ميم ألف. طيب ال 12 هو العامل المشترك الأعلى بين العددين 24 و 36، يعني ده أكبر عامل مشترك من ضمن العوامل اللي العددين بيقبلوا الاسم عليهم، فبنسميه العامل المشترك الأعلى للعددين 24 و 36. يبقى أكيد الحدين الجبريين ليهم برضو حد جبري بيكون أكبر حد يقبلوا الاسم عليه، وبيسمى الايه العامل المشترك الأكبر. ممكن نرمز له بعين ميم ألف. تعال نبص بقى كده الحدود الجبرية زي ما اتكلمنا من شوية، اتفقنا زي ما عملنا بالظبط مع الأعداد هنشوف مع الحدود الجبرية. هنا عندنا حدين جبريين، ايه هما الحدين دول؟ زي ما احنا شايفين قدامنا 4 س 6 س. ايه الحاجة الاثنين دول او الحدين دول بيقبلوا الاسم عليها؟ خد بالك قبل كده احنا كنا بنتكلم على الأعداد فقط، انما هنا ظهر لنا كمان رموز، يبقى انا هشوف الحاجة المشتركة اللي احنا سميناها عين ميم ألف للأعداد وللرموز. نبدأ بالأعداد الأول، عندنا 4 و 6. ال 4 وال 6 بيقبلوا الاسم على كام؟ ايه العامل المشترك اللي بين ال 4 وبين ال 6؟ ممكن عشان ما تتلخبطش افتكر ال 4 كده حاصل ضرب كام في كام؟ وال 6 حاصل ضرب كام في كام؟ ال 4 حاصل ضرب كام في كام؟ 2 في 2، ال 6 2 في 3. هلاقي هنا ان ظهر لنا الاثنين متكرره هنا ومتكرره هنا، يبقى يعتبر ان الاثنين اول عامل مشترك بالنسبة للمعاملات او بالنسبة للأعداد. طب نشوف الرموز، هنا في كام رمز او هنا في ايه؟ هنا في سين، سين واحدة، وهنا في سين واحدة، مفيش اللي هي متكررة طبعا هنا ومتكررة هنا، فاخد السين برضو عامل مشترك. يبقى العامل المشترك بالنسبة للأعداد اللي هو الاثنين وبالنسبة للرموز اللي هو السين، يبقى انا العين ميم ألف او العامل المشترك للحدين الجبريين 4 سين و 6 سين ظهر لنا اللي هو مين؟ 2 سين. علشان نجيب العين ميم ألف لمجموعة من الحدود الجبرية لازم الأول نشوف العوامل العددية بتاعتي واجيب العامل المشترك الأعلى للعوامل العددية، وبعدين أشوف الرمز المتكرر باخد الايه بجميع الحدود هاخده بأصغر أس لي، يبقى يدينا العامل المشترك الأعلى للحدود الجبرية. أنا هشوف أول حاجة زي ما اتفقنا الأعداد، هشوف الأول ايه العدد اللي بيقسم الأعداد كلها اللي قدامنا، وبالنسبه للرموز الرمز اللي متكرر هاخده بالاس الاقل باصغر اس موجود عندنا، بس لازم يكون الرمز متكرر في الحدود الجبريه كلها. نشوف مع بعض كده اول مثال، جايب هنا ثلاث حدود جبريه، الحد الاول 6 س تربيع ص، الحد الثاني سالب 8 س تكعيب ص تكعيب، الحد الثالث 4 س اس 4 ص اس 2 عين، وطالب مني ان انا اجيب العامل المشترك الاعلى اللي هو عين ميم الف. طيب تعال نشوف كده بالنسبه للاعداد الاول، يبقى انا عندي كده الأعداد اللي عندنا هنا، أول عدد 6 هنا سالب 8 هنا 4، أنا عاوز أشوف إيه الأعداد المشتركة أو إيه العامل المشترك بين الستة والسالب 8 والأربعة، نحلل كل عدد لعوامله، الستة حاصل ضرب 2 في 3، السالب 8 ممكن نخليها سالب 2 في إيه؟ سالب 4 مثلا، أو سالب 2 في 4، واحدة سالب واحدة موجب، واحدة سالب واحدة موجب، تاني واحدة الأربعة نخليها 2 في 2 في 2. نرجع نشوف تاني ايه الحاجة المشتركة في الجزء الاولاني اللي هو الحد الجبري الاول والحد الجبري التاني والحد الجبري التالت بالنسبة طبعا للعوامل او بالنسبة للاعداد اللي موجودة هنا وهنا. هلاقي هنا ظهرت 2 وهنا 2 بالسالب وممكن عملناها بالموجب وطلع هنا 2. الحاجة المشتركة طبعا معنى المشترك يعني نفس القيمة ونفس الاشارة. ايه الحاجة المشتركة في الثلاث مربعات اللي قدامنا دول؟ الاثنين. يبقى هنا الاثنين ظهرت مره، وهنا طبعا ناخد الاثنين الموجبه والاثنين، يبقى عندنا اول حاجه مشتركه بالنسبه للاعداد طلع لنا الاثنين. طيب نبص على الرموز، اتفقنا من شويه ان انا باخد الرموز المكرره باصغر اس. نبدا بالرمز س، س تربيع س تكعيب س اس 4، مين الاس الاقل؟ س اس، يبقى هناخد العامل المشترك س اس كام؟ اس 2. جميل. نبص على الصاد، صاد صاد اس 3، صاد اس 2، ناخد الصاد باقل اس اللي هي صاد اس كام؟ اس 1 اللي احنا مش بنكتبه عليها خالص اللي هي صاد. طيب مستر في كده حاجه احنا ما جيناش جنبها اللي هي مين؟ اللي هي العين. طب اللي مش موجوده غير طب ليه ما خدناهاش حاجه احنا معانا؟ لان في اخر حد بس ان الحدود مش متكرره في كل الحدود اللي فيها. واحنا عندنا عنوان الدرس اساسا كان اسمه تحليل باخراج العامل المشترك، ركز جدا في كلمه مشترك، مشترك يعني العامل المتواجد في الحدود الجبريه اللي مكونه للمساله قدامي بالكامل.
طريقة التحليل بإخراج العامل المشترك زي ما شفنا كده، يبقى احنا بنجيب العين ميم ألف بين الحدود الجبرية، وبعدين بنحطهم بنحط العين ميم ألف خارج قوسين، وبعدين بنقسم كل حد من حدود المقدار الجبري على العين ميم ألف، وبنكتب خوارج داخل القوسين. تعال نشوف مسألة عشان تفهمنا الايه الكلام اللي احنا قلناه. المسألة بتقول 5 ألف زائد 15 ب. طبعا هو ده المثال اللي قدامنا اللي هو 5 ألف زائد 15 ب. نشوف ايه المشترك، نقسم شغلنا برضو لجزئين اعداد ورموز. نبدا بالاعداد او العوامل، 5 و15 ايه المشترك بين ال5 وال15؟ لو تعرف تطلعها على طول بدماغك كان بيها، ما تعرفش تطلعها بدماغك اكتب العوامل او اكتب المعاملات اللي قدامنا دي، كل عامل منهم بيساوي كام في كام. هنا 5 وال15 فكر فيها كده شويه، هاي الاثنين بيقبلوا القسمه على 5. جميل، يبقى معنى كده ان العامل المشترك بالنسبه للاعداد اللي عندنا 5. نبص للرموز، احنا اتفقنا مستر ان انا باخد العامل المشترك للاعداد وللرموز. الرمز هنا مين؟ الف وهنا ب. هل في عامل مشترك بينهم؟ لا، يبقى كده خلاص. ثاني خطوه بيقول لنا نضع عين ميم الف مالها خارج القوسين. ادي خارج القوسين اهو، وادي قوسين اهم كبار خالص اهم. ها بعد كده نعمله ايه؟ نقسم كل حد من حدود المقدار على عين ميم الف. طيب انا كده طلعت عين ميم الف. الامثله اللي فاتت كلها كنت مجرد ما انا اخرج العامل المشترك المساله بتخلص. لا، ده هنا عاوزني اطلع العامل المشترك واكتب بواقي القسمه كمان عشان ما نتلخبطش. بيقول لنا نقسم كل حد من حدود المقدار الجبري على عين ميم الف. اخدنا احنا في درس القسمه، يعني هاخد 5 الف الحد الجبري الاول هقسمه على الخمسه. 5 على 5 يا الواحد، مفيش واحد يا مستر، ما هو اي حد جبري قدامه الواحد. يعني لما يكون الالف هنا كده في واحد قدامها، واحده ما بتكتبش بس في واحد مضروب في الف، فهنا في واحد الف. طيب 15 ب حد الجبر الثاني لما اقسمه على 5، 15 على 5 فيها كام؟ فيها 3. في ب؟ لا، تنزل. تنزل زي ما هي. خد بالك من الاشاره هنا، الموجب هنا فضلت 10 س ص ناقص 8 س ع. هنبتدي نشوف كده الارقام بتاعتي الاول. هنشوف الارقام بتاعتنا اللي هي ال10 وال8 هيقبلوا القسم على الاثنين. يبقى انا هقول دلوقتي ايه الاثنين هي اللي هطلعها في الايه بالنسبه للاعداد. وهبص على الرموز هلاقي السين متكرره، هاخد منها واحده وهي اس واحد، خلاص انا خدتها باصغر اس. والصاد مش موجود غير مره واحده، والعين مش موجود غير مره واحده، يبقى مفيش عندي تكرار. يبقى العامل المشترك بتاعي هو 2 س. بعدين هفتح قوس وابتدي ان انا اقسم 10 على الاثنين فيها الخمسه، وبعدين س على س راحت، اتبقت ص نزلت مع الخمسة. بعدين سالب على موجب بسالب، 8 على 2 فيها الأربعة، 8 على 2 فيها الأربعة، س على س برضو راحت لأن هي س أس واحد على س أس واحد، عين مفيش زيها يبقى هتنزل، يبقى 4 عين. يبقى أنا عندي 2 س بقوس 5 ص ناقص 4 عين. نشوف كده مع بعض السؤال الثالث. اتفقنا احنا بقى بقينا شطار خلاص، نقروا المقدار ونشوف ايه الحاجه المشتركه بالنسبه للاعداد، وبعد كده بالنسبه للرموز نحطهم خارج القوس ونفتح قوس نكتب البواقي بتاعت الحاجه اللي اتبقت عندنا في المقدار. يلا بينا نقروا المقدار. بيقول لنا نشوف مع بعض كده السؤال الثالث، 12 س اس 2 ناقص 4 س ص. ها يلا بقى احنا شطار. هبص الاول على الاعداد اللي عندنا، اول عدد في الحد الجبري الاول 12، ها العدد الثاني سالب 4. ايه المشترك اللي عندنا بين ال 12 بين ال 4؟ تمام، 4، لان احنا قلنا لو تعرف تجيبها بدماغك مباشره نحسبها بدماغنا، لو احنا مش عارفين نجيب عوامل ال 12 3 في 4، ال 4 4 في 1، لو هنا متكرر ال 4 في الحدين الجبريين. يبقى انا بالنسبه للاعداد لقيت ان العامل المشترك عندنا مين؟ 4. طيب وبعدين هنا نبص على الرموز، اتفقنا من شويه ان انا لازم يكون الرمز مكرر فيه الحدين الجبريين وباخده بالاس الاقل. هنا س اس كام؟ 2، وهنا س اس 1. ايه الاس الاقل فيهم؟ س اس 1. اخدنا هنا س اس 1، يبقى احنا لقينا ان 12 س اس 2 ناقص 4 س ص اللي اشترك بالنسبه للاعداد ال 4 وبالنسبه للرموز س اس 1. طب في حاجه ثانيه مشتركه؟ ايه يا مستر هنا في ص؟ لا بس هنا ما فيش ص، يبقى كده المساله خلاص. طب نشوف ايه اللي بتبقي. فتحنا الاقواس بتاعتنا اهي، ها وبعدين نقسم 12
12 س على س تربيع على 4 س. 12 على 4 فيها 3 س تربيع على س يا س سالب حاجه هنا سالب اي لا مثل يزيد سالب زي ما هو. وبعدين 4 س ص على 4 س 4 س على 4 س فيها الواحد والص هتنزل. يعني كان الأربعة راحت مع الأربعة والسين راحت مع السين هيتبقى لي الصاد، مفيش حاجه شبهها تنزل زي ما هي. عندنا هنا 21 أ أس 3 ب أس 2 ناقص 7 أ أس 2 ب أس 2 ناقص 35 أ ب أ أس 2 ب أس 3. هنبتدي ناخد كده الأعداد بتاعتي 21 وال7 وال35 هلاقيهم بيقبلوا الاسم على السبعة. طيب عندي أ أس 3 و أ أس 2 و أ أس 2 هاخد الايه الأس الأقل اللي هو أ أس 2 ب أس 2 و ب أس 2 و ب أس 3 هناخد ال ب الأس الأقل يبقى ب أس 2 يبقى العامل بتاعي 7 أ أس 2 ب أس 2. تعالى نقسم مع بعض كده 21 على 7 هتدينا 3 أ أس 3 على أ أس 2 بأ ب أس 2 على ب أس 2 راحت مع بعض. سالب على موجب بسالب 7 أ أس 2 ب أس 2 على 7 أ أس 2 ب أس 2 فيها الواحد. سالب على موجب بسالب 35 على 7 فيها الخمسة أ أس 2 على أ أس 2 راحت ب أس 3 على ب أس 2 في ب. يبقى أنا عندي الناتج بتاعي 7 أ أس 2 ب أس 2 في 3 أ ناقص 1 ناقص 5 ب. تعال نبص كده مع بعض بعد ما خدنا شوية الأمثلة اللي فوق دي وعرفنا إزاي بجيب العامل المشترك سواء كان عامل مشترك دوت ما بين الأعداد أو ما بين الرموز. طيب بيقول لي إيه كمان؟ في بعض الأحيان يمكن أن يكون العامل المشترك الأعلى عبارة عن مقدار جبري مكون من أكثر من حد جبري. يعني إيه مقدار جبري؟ يعني ممكن يكون مقدار جبري مكون من كذا حد ويكون العامل المشترك بالنسبة للمقدار دوت هو برضه مقدار جبري. تعالى نشوف مع بعض كده. المثال بيقول لنا حلل كل مما ياتي باخراج العامل المشترك الاعلى. جايب لي هنا مقدار جبري، بص معايا كده. الحد الاولاني اهو س ناقص ص قوس، قوس ثاني س زائد 3 ص، ده يعتبر جزء اول او مقدار اول. طب الثاني 3 س قوس س ناقص ص. طيب ايه معنى ان قوس س ناقص ص والقوس س زائد 3 ص؟ القوسين لما يكونوا جنب بعض يبقى في علامه ايه؟ جميل جدا، زي ما كان عندنا كده. تعال نفتكر لما كان بيبقى 3 س ايه علاقته 3 في ايه في س، فكنت بطلع العامل المشترك بالنسبه للاعداد وبالنسبه للرموز. نفس الكلام هنا، دول يعتبروا عاملين مضروبين في بعض، بس بدل ما هم عاملين بحدود جبريه هنا عاملين بمقادير جبريه. نفس الكلام الجزء الثاني 3 س في س ناقص ص، نفس الفكره اللي قلناها بالظبط في الجزء اللي فات في العامل المشترك. هنشوف الحاجات المشتركه، بس هنا هنلاقي ان المشترك هنا ايه؟ هنا قوسين. مستر ينفع يكون في حاجه مشتركه من جوه الاقواس بس؟ يعني ينفع حد يجي يقول لي مستر العامل المشترك هنا س وهنا س؟ قال لي طبعا لا، انا باخد العامل المشترك كله مع بعضه او باخد القوس كله مع بعضه. ينفع حد يقول لي مستر بص معايا هنا في الحته دي كده، ينفع يقول لي مثلا الثلاثه ناخد سنه من الثلاثه؟ ينفع اخد ده واقول ده الواحد بس؟ كلام فاضي. هنا نفس الكلام برضه، ما ينفعش اخد حته من جوه القوس. طيب ايه الحاجه المشتركه؟ هلاقي هنا ان س ناقص صاد وهنا س ناقص صاد، يبقى القوس كله على بعضه هو العامل المشترك. هطلع القوس عامل المشترك، هنطلع القوس عامل المشترك اللي هو س ناقص ص، وابتدي ان انا افتح قوس اللي ايه اللي اتبقى. نفس الكلام برضه، او اللي اتبقى او نسموه ناتج القسمه ايا كان. لو جينا قسمنا كل حد من هنا من المقدار نفسه على عين م ا اللي احنا خرجناه مع بعض، هنقسم يلا. هنا هلاقي ان س ناقص ص وس ناقص ص شبه بعض، يعمل فيهم ايه؟ راحوا. طب مستر اتبقى ايه؟ س زائد 3 ص. كتبت ايه؟ س زائد 3 ص. نيجي على الحد الجبري الثاني، موجب 3 س مضروبه في س ناقص ص، نقسم برضه، هنقسم دوت على العامل المشترك. ها؟ س ناقص ص راحت برضه مع س ناقص ص، اتبقى لنا موجب 3 س، ادي موجب 3 ايه؟ يبقى احنا لو بصينا كده للمقدار كله عندنا بقى س ناقص ص بره القوس جوه القوس س زائد 3 ص زائد 3 س. هنلم اللي جوه القوس اللي هو س زائد 3 س هتبقى 4 س،
يبقى انا عندي س ناقص ط في 4 س زائد 3 ص. طب نشوف كده المثال، المثال الثاني، المثال، المثال الثاني 3 ألف ج ناقص د د ناقص ج. يلا بينا. ها هنعمل في ايه؟ نفس الفكره برضو قلناها فوق، طالما في اقواس نقسم المساله دايما اجزاء، الفاصل بين الاجزاء موجب وسالب. ادي كده الجزء الاول وادي الجزء الثاني. هيبقى عندي المفروض القوس ج ناقص د، بس هنا متلخبط د ناقص ج، لان احنا عندنا لو بصينا الاعداد هنا 3 وهنا 4 مش حاجه شبه بعض. ا وهنا ب مفيش حاجه برضه شبه بعض، فهضطر ابص على الاقواس. بس الاقواس فيها مشكله كبيره جدا، ان القوس دوت ج ناقص د، انما هنا د ناقص ج، نضطر نعمل فيها ايه؟ المفروض نغيرها عشان تبقى ج ناقص د برضه، نقلبها عشان ينفع ياخد القوس عامل مشترك. فهنخله هنا ج ناقص د زي ما هو. ها القوس الثاني اخليها مستر ج ناقص د. ازاي ج ناقص د؟ طب ما تيجي نعدله القوس الاول. هنا د جنبها اشاره ايه؟ موجب، يعني هي موجب د، وهنا ناقص ج او سالب ج، فلما اعكسها هتبقى سالب ج زائد د. طب هل القوس دوت زي القوس دوت؟ لا في اختلاف صغير، ان ال ج هنا موجب هنا سالب، هنا سالب هنا موجب. ايه اللي احنا خد بالك، طالما اننا بنتكلم عن عامل مشترك ممكن اطلع عامل مشترك اشاره. يعني ايه اشاره؟ مش كل حد او كل رمز من الرموز ديت في قدامه معامل بس مش بيتكتب. يعني هنا كان في سالب واحد وهنا كان في موجب واحد، فممكن اطلع سالب واحد عامل مشترك، هيتبقى لنا ج ناقص د. الله، ده لما خدنا السالب بقى القوس ج ناقص د، وهنا ج ناقص ايه؟ د. ينفع يلا نطلع العامل المشترك؟ هيبقى المشترك هنا مين؟ ج ناقص د. يبقى ج ناقص، يبقى انا عندي العامل المشترك هيبقى ج ناقص د. اهو ادي كده جبنا العامل ايه؟ ج ناقص د. طب نشوف بقى اللي اتبقى جوه. لما خدنا ج ناقص د هنا قسمنا، فده راح مع ج ناقص د، هيبقى لي هنا مين؟ هيبقى 3 ألف. ادي 3 ألف. طيب الناحية الثانية مستر دي 4 ب، انت ليه خليتها سالب؟ اوعى تنسى احنا خدنا ايه العامل المشترك اللي عندنا؟ سالب واحد، هيبقى سالب في موجب بسالب. فلما بالظبط كده هيبقى الإشارة تتغير، يبقى سالب واحد على الموجب هيدينا سالب 4. يعني قصدي حضرتك ان احنا كأننا ضربنا سالب واحد في موجب 4 ب. بالظبط كده. غيرنا اشارتها فبقت سالب 4 ب. جميل. الهدف من المسألة ديت برضو ان احنا نقدر نطلع اقواس عامل او المقادير بقى زي ما قلنا من شويه في الملحوظه، ان انا ممكن يبقى المقدار هو العامل المشترك ليه، المقدار برضو المكون من كذا من حد جنب. شوف كده شكل كتير من الامثله، بيقول لي استخدم التحليل باخراج العامل المشترك الاعلى لايجاد ناتج كل مما يلي. المسائل دي فيها مشكله، ان في بعض الناس بيعملوا ايه؟ بيحسبوا الناتج كله على الاله، يعني بيمسكوا المساله الاولانيه ويحسبوا على الاله ويطلعوا الناتج. خد بالك المسألة دي مش الهدف منها اختبار مهارتك على دوس زراير الآلة. المسألة ديت اختبار انك بتعرف تعمل عامل مشترك بالنسبة للأعداد ولا لا. شوف كده المثال الأول. المثال الأول 57 في 43 ناقص 57 في 33. لو احنا بصينا كده هلاقي ان عندي في الجزء الأولاني 57 موجودة، وفي الجزء الثاني برضو 57 موجودة، فهطلعها هي العامل المشترك وافتح قوس وابتدي احط اقسم الجزء الأولاني، هتبقى 57 على 57 راحت، يبقى بقى عندي 43 سالب على موجب بسالب، برضو هنا 57 على 57 فيها الواحد هيتضرب في 33 هتنزل 33، يبقى 57 في قوس 43 ناقص 33. هنزل ال 57 زي ما هي وابتدي اعمل اللي جوه القوس، يبقى عندي 43 ناقص 33 هيساوي 10، يبقى 57 في 10 هتدينا 570. لو بصينا كده مع بعض المثال الثاني 153 تربيع ناقص 153 في 53. طبعا في هنا مشكله، المشكله ان ال 153 عليها اس 2. طب ايه مستر اس 2 دي؟ ايه مستر اس 2؟ بمنتهى السهوله كانها 100 كام؟ 153 مضروبه في ايه؟ في 153. يعني يا مستر المساله مفيش حاجه صعبه، ايه اللي مفيش حاجه متغيره اصلا؟ ده هي معنى اس 2 يعني كانها متكرره مرتين وعادي خالص. ايه المشترك؟ نقسم المساله لاجزاء، ادي الجزء الاول وادي الجزء الثاني. ايه المشترك بين الجزء الاول والجزء الثاني؟ 153. اخذنا المشترك اهو، ده مع ده كتبنا بره عامل مشترك، وادي القوس بتاعنا. ايه اللي اتبقى؟ 153، او بعد ما قسمنا هيتبقى لنا 153. اشاره سالب بعد كده 53 نزلت زي ما هي، زي ما قلنا من شويه نعمل العمليه اللي داخل الاقواس. الاقواس يبقى 153 العامل المشترك فضلت زي ما هي بنتيجه
بيدي القوس اللي هو 100 153 ناقص 53 اللي هو طلعنا بكام؟ ب 100 يعني 100 ديت ده ناتج القوس او العمليه اللي داخل الاقواس. لو ضربنا 153 في 100 الناتج يدينا 5300. المساله اللي بعد كده 4 في 10 اس 2 زائد 24 في 10 ناقص 28 في 10. هفك برضو ال 4 في 10 اس 2 ديت عشان نبقى فاهمينها، تبقى 4 في 10 في 10. 4 في 10 في 10. بعدين عندي زائد فصلت اهي 24 في 10 وبعدين ناقص فصل 28 في 10، يبقى المتكرر عندي 10. جميل، يبقى كده بصينا هنا في 10 متكرره وهنا في 10 متكرره في 10 متكرره. في حاجه تانية يا مستر ولا كده خلاص؟ ممكن ان انا اخد الاربعه كمان عامل مشترك، لان ال 24 تقبل على الاربعه وال 28 تقبل على الاربعه. بالظبط كده، لو بصينا لبقيه الاعداد هنا زي ما قلنا الاربعه و24 و28 كلهم بيبقوا الاسم على الكام؟ على الاربعه، زي ما اتفقنا من شويه كده اول ما بدانا كلامنا خالص. لو هتعرف تطلع العامل المشترك مباشره بدماغك اوكي، مش هتعرف هات العوامل بتاعه كل عدد من اللي قدامنا. يلا يبقى عندي ان العامل المشترك بقى كام؟ 4 في 10، وبعدين هبتدي ان انا اول واحده خدت منها 4 في 10 تبقى عندها 10 بس، يبقى جوه القوس هكتب 10 زائد 24 على 4 فيها 6 وال10 على 10 راح. بعد كده 28 سالب على موجب لسالب، 28 على 4 فيها 7 و10 على 10 راحت برضه، يعني كان العشرات هنا كلها راحت، بقى لنا بس الايه الاعداد. زي ما قلنا في الامثله اللي فاتت هنعمل العمليه اللي جوه الاقواس، بس خد بالك هنا في عمليه جوه الاقواس وفي عمليه بره الاقواس، يعني العامل المشترك نفسه محتاج يتضرب. 4 في 10 يبقى 40، وجوه الاقواس 10 زائد 6 ناقص 7 يدينا 9. نضرب الناتج النهائي 40 في 9 يدينا 300. 360. مثال: اذا كان ميم ناقص 3 نون يساوي 10، فاوجد باستخدام التحليل باخراج العامل المشترك الاعلى القيمه العدديه للمقدار 3 ميم ميم ناقص 2 نون ناقص 6 نون في ميم ناقص 2 نون. هنا وعايز مني ان انا استخدم التحليل باخراج العامل المشترك. ها هنبص على المقادير، ايه المشترك هنا وهنا؟ القوس، القوس اخدنا القوس عامل مشترك. احنا اتفقنا لازم ابص اتاكد برضو واحده على الاعداد 3 و6، يبقى الاسم على التلاتة. تمام، يبقى كان 3 ميم ناقص 2 نون كل ده العامل ايه؟ المشترك. ايه دق لنا ايه الحاجه اللي اتدقت في الاقواس اللي ما خدناهاش لسه، اللي هو هنا ميم ها و6 على 3 فيها الاثنين والنون زي ما هي. طيب ايه اللي عملناه ده؟ اخدنا حاجه قبل كده اسمها الضرب بمجرد النظر، يعني ميم ناقص 2 نون ميم ناقص 2 نون، مش القوس هو هو القوس؟ زي بالظبط لما كنا بنقول س في س، الرمز هو هو الرمز، تبقى س اس كام؟ 2. هي نفس الكلام، يبقى القوس اس. انا هنزل ال 3 يبقى ميم ناقص 2 اس 2. هو بيقول لي ايه؟ عايز نغير ميم، عايز القيمه العدديه لمي... هنشيل ميم ناقص 2 نون ونحط مكانها ميم ناقص 2 نون، هتبقى 10 وبعدين هي اس 2 فانا هحط لها اس 2، يبقى 3 في 10 اس 2 ب 100، يبقى 3 في 100 ب 300. نتأكد مع بعض سؤال متفوقين: إذا كان ب تساوي 8 اوجد القيمة العددية للمقدار ب في س ناقص 1 زائد ب في ج ناقص 2 س ناقص ب في ج ناقص 3.